السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى لكم لتكملة دروس PHP Web Development. طبعا هذا الفانكشن ممكن في ناس انتبهت عليه وفي ناس ما انتبهت عليه. الفانكشن هذا فقط انه يقول لك I love coding of course with PHP. PHP مثل ما قلنا اللغة سهلة جدا، جميلة جدا، في كثير من الناس عندها أفكار، كثير من الناس استفسارات عندها. كل هاي الاستفسارات احنا جاوبناها في مقدمة الدرس، يعني الناس لهلا بيكتبوا ردود من هو الأفضل JSP ASP أم PHP. احنا ردينا على هذا في أول، يعني انت لو بس راجعت المقدمة، يعني بدون مراجعة المقدمة طبعا انت ما راح تعرف هذا الشيء. يعني انت بس راجع المقدمة ما تتجاوز الخمس دقائق حتفهم انه PHP بينفع لك او لا. بالنسبة للناس اللي تقارن بين PHP والASP والبايثون والJSP، رجاء لا تعملوا هيك مقارنة، لان لو في لغة أفضل من لغة كان ماتت من زمان. يعني PHP هي فيسبوك، يكفي انه احنا نقول فيسبوك. فرجاء هذه المقارنات لا تعملوها، لانه الرد حيكون كالتالي: ما في فرق بين اي لغة برمجة، لكن احنا دائما نطمح لاستخدام اللغات المصادر المفتوحة. السبب واضح، لانه المصادر المفتوحة ممكن تتطور فيها، المغلقة المصدر ما ممكن، المكتبة مغلقة منين تطورها انت؟ اوكي طيب خلينا نرجع لموضوعنا اليوم. موضوعنا عن ال HTML encoding. اوكي so our lesson about HTML encoding. طيب احنا عندنا مجموعة tags بال HTML، في عندنا حتى نعبر ال HTML، في ال HTML في عندك شيء اسمه tags. tags in HTML ممكن يكون بهذا الشكل like this for example. هذا اللينك، okay this is for link and this one for example for br tag. عندك مثلا شو بعد، مثلا a paragraph. okay p هذا ممكن يعمل conflict مع من؟ مع ال 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 ال, ال شو اللي احنا نقوله، يعمل conflict مع ال PHP. okay so this will be make a conflict or it will be make a conflict with PHP coding. لانه هذا الشيء احنا لما بنعمل هناك tag، هذا التاج بال PHP بيعتبر انه انت بتفتح التاج وبتغلق التاج، خط برمجي. okay لكن في ال HTML لا، هذا يتفسر بغير شكل. add for that انت في عندك ايضا ال href. اوكي ال href اوكي بيكون بهذا الشكل double quotes. اذا في عندك samples مشابهه equals to php samples. اوكي في عندك common samples with php between html and php. فانت حتى ما تعمل conflict، ما تكون عندك مشكلات، to avoid any problem between the common the tags or maybe the double quotes، ممكن انه انت تتفادى هذا الشيء باستخدام ماذا؟ باستخدام مجموعة functions في داخل PHP بيمنع هذا الconflict اللي حيصير في داخل كودك. طيب شو هذا الاشكال اللي ممكن انا اواجهها؟ اليوم لو اجينا احنا درسنا اخذنا فكرة عن ال HTML function اللي قدمنا ال PHP to avoid this conflict we can use PHP HTML PHP functions. ممكن نستخدم PHP functions حتى نتجاوز هذه المشكلة. نفس الوقت HTML also using special characters. يعني اليوم انت في ال HTML ممكن انه انت تستخدم special characters مثل dollar, hash, at. اوكي هذا الضرب. اوكي and or maybe multiply or asterisk. اوكي ممكن تستخدم هذا special characters. هذا have meaning in PHP also have another meaning with HTML. فحتى بما انه هو عنده شيء خاص مع ال HTML بيتعامل معاملة مختلفة عن تعاملها مع ال PHP. اذا احنا لازم ناخذ فكرة عنها كيف انه نتفادى هذه المشكلة. So مثل ما قلنا انه avoid this problem ممكن نستخدم ال functions اللي موجودة في ال PHP. first one ال function هو ال HTML entities. ال HTML entities الفكرة من عنده انه بيحول، اوكي converting، بيعمل لك convert characters to HTML، بيحول اي character في داخل ال PHP to HTML. اوكي عرفت كيف؟ طيب هذا كله
I forget to make it comment. هذا كله بنعمله comment. اوكي طيب هنا احنا خلينا نعمل هذا السيف. Just make a PHP file سميها HTML encoding.php او اي شيء انت بدك اياها. بعد هيك احنا بنحتاج البراوزر. Let's see the browser. Refresh. Okay, that's it. طيب خلونا نجربها without HTML entities. خلونا نجربها بدون ال HTML entities. خلنا نعمل هنا echo to br tag. Okay. هيدا الشيء. فارز المناقطات. Don't forget the double quotes. لا ننسى ال double quotes هنا. طيب خلونا نعمل هنا save. Just make sure everything is working. Okay, that's it. طيب بعد هيك خلونا نستخدمها without HTML entities. بدون ال HTML entities حتى نشوف ال PHP كيف حيترجمها لنا. نعمل هنا save. Just refresh. Okay, so that's it. هنا انت عندك if we comment this one. Refresh. That's it. إذا هذا بيظهر بال PHP بشكل, وممكن يظهر same thing, ممكن يظهر نفس الشيء من تستخدم أنت HTML entities. الفكرة من استخدام ال HTML entities بيحمي أيضا ال page اللي أنت عندك. اليوم كثير من ال hackers بيستخدموا مجموعة characters, مثلا هذا ال characters هو ال HTML, أوكي, وكذلك في ال PHP. لما تيجي اليوم أنت ال hacker يحاول يخترق البيج اللي انت عندك, كيف راح يخترقها؟ اكيد حيستغل الثغرات اللي احنا نعرفها كثير من الهاكرز, انه عن طريق الانبوتس اللي انت تعطيها لليوزر. مثلا تحط اليوزر نيم والباسورد, بهيك حالة انت تعطي فرصة الي انه انا اضع كودي في داخل هذا. اليوم لما اجي استخدم HTML entities, بمعنى احول كل الاشياء اللي موجودة في داخل هذا الى HTML entities, بهيك حالة انت حتحمي نفسك من طرف, نفس الوقت بتحول ال characters, convert the characters to HTML entities, إلى أشكال ال HTML entities. خلونا نأخذ طبعا احنا إذا عملنا view page source, if we make right click and view selected source, see this one, it converted. هذا بيتحول إلى translate, بيترجمها في ال PHP, بيترجمها. يعني التا بي اتش بي يقوم بترجمتها بهيك شكل, بتلاحظ كل هذا حيقوم بترجمتها. طيب هذا بالنسبة للأول واحد. طبعا لو احنا غلقناها, for example if we make just view page source, okay, لاحظ كيف بيترجمها بالsource, كيف بيترجمها بهذا الشكل, عرفت كيف؟ لكن بيظهر لك كHTML بشكل اللي دا تشوفها أمامك أنت. طيب خلونا نشوف كيف نستخدم ال HTML entities. ال HTML entities function converting characters to HTML entities. إذا هذا ال function هو فكرة أنه يحول لك ال characters إلى ال HTML entities. ف to convert HTML entities back to characters, we are using HTML entities decode. حتى إحنا نرجع ال HTML entities اللي احنا حولناها اليوم الى مثل ما كانت سابقا, بنستخدم function اخر. This one is HTML entities. Okay. احنا شو حنستخدم هون؟ If we want to bag. Okay. We are using HTML _ HTML entities decode. HTML entities decode وتحط في داخلها a string. So this one will back again to its own characters. هذا بيرجع مرة أخرى للكاركتر الأصلي. Refresh. That's it. Okay. طيب إذا احنا خدنا فكرة عن هذا الشيء, بس خلونا ناخذ مجموعة another examples موجودة عندنا. طبعا 9 دقائق, خلونا نوقف هنا نكمل الدرس القادم. مع السلامة.